يا الله يا الله يا الله. احنا ما تلاقيناش من مثال البرنامج انا وحنان صحابات بزاف، يعني حتى في ايامات البرنامج بقينا هذيك 3 شهور كامله ديال فيها 3 شهور تقريبا ديال البرنامج كامله، وحنا يعني حنا ما بعدنا حتى بعدنا نفس الغرفه صافي معروفه، غتشوف حنان غتشوف سلمى غتشوف سلمى غتشوف مع حنان. فكانت صافي من بعد درنا شحال من مره غنتلاقاو سواء في المغرب او في الخليج ولا شي بلد تاني، لكن كان كل مره تيوقع شي حاجه، يا انا كيكون عندي شغل او لا هي كيكون عندها خدمه. ف هاد المره تفاجات والحمد لله، يعني بعد 6 سنوات ياك يعني خمس لا 6 سنوات في 2013 شحال دابا 5 سنين خمس سنين وحنا غير في يعني في واتساب لي زابيل. ف يعني فرحنا بزاف وحنا ما كنبغيش نشكروا بعضياتنا حدا بعض. اي والله ارث كان اللقاء غريب يعني ما ادري يعني كنت ارجف يعني بعد 5 سنين علاقه جدا كلوز، ما ادري غريب الموضوع يعني لهالدرجه 5 سنين. يعني شيء غبي صراحه ان احنا ما شفنا بعض، لان احنا وايد اوكي مع بعض وايد كلوز مع بعض. فهاي ومو اللي قطعنا، لا ما قطعنا الحمد لله، كنا على تواصل دائما اول باول. الظروف خذتنا، شغلها شغلي حفلاتها حفلاتي، فما الله كتب. حتى لما كانت هي الخليج انا لازم يكون عندي شيء ما اقدر اروح، فالحمد لله الخيره. شوفي احنا ما التقينا بس احنا التقينا في حفل الحين، يعني ان الله ما يمكن انا ممكن اكون ما عندي شغل واروح لها، ممكن هي ما تكون عندها شغل وتيني، لكن لا هالمره عشان نلتقي لازم تنتيناتنا نشتغل مع بعض. فانا اكيد لي شرف ان أوقف يا مرفيشتي واختي، وخير من يمثل بنات المغرب وفنانات المغرب، واسم ناجح واخلاق، ومثل ما قلت لكم يعني الحمد لله اني عرفت هالانسانه. علاقتنا طيبه ومثل ما عهدتها ومثل ما ان شاء الله راح تبقى لاخر يوم في حياتنا ان شاء الله. ما فكرنا صديق انا غنوا يا جماعه ما فكرنا والله عمرنا فكرنا افكر نشوف مراجع انا من انت شكون انتي؟ لا بالعكس، وزوينه كاع لا كانت الفكره تكون يعني ستايل خليجي على ستايل مغربي. لماذا المهم يعني احنا ما تسناوش منا غنشكروا بعضياتنا قدام الكاميرا، انا اصلا ما تشكروش بعضياتنا يعني ما كنا عقلانيات واخا هكاك كنا يعني يا رب سامحني لا والله كنا معروفه دابا انا وحنان تقريبا عندنا نفس الطبع، اننا ما غتلقاناش مع الجماعه بزاف، ديما كنا يعني حتى في الاول ملي ما كناش صحابات كنتي كتلقايني انا بوحدي، يعني قليل فاش غتلقاني مع الجماعه بزاف، وحتى هي نفس الشيء. فملي يعني اصلا ما كنا عمرنا غنكونوا نفكروا نكونوا صحابات، حتى جمعونا في يعني كان في وقت البرنامج كيجمعوا كل جوج بنات في نفس الغرفة جوج تعلمتها المغربية، ولكن هي ديجا عندها دراية بتقاليدنا وكيعجبها الزي المغربي، كيعجبها الأغاني المغربية، راه كتسمع الشعبي السيدة راه مشاش بعيد تيعجبوها الشيخات لا ماشي الشيخات ديال الخليج، الشيخات ديالنا هذيك الغنى اللي كنا كنسمعوا الشعبي المغربي. ما انا فهمت عادي انا فهمت انا معاكم على الخط. لا خاصة هي ما تكونش حدايا ولا انا ما نكونش حدايا عاد باش نقدر نشكر ما ترى
كلش صحابات يشكروا بعض يا جماعه الا المنافقات. اي يعني ما اعرف، شوف انا ما بقعد قدام الكاميرا تالح حبيبتي وتعرفين انا ما يعني قدام الكاميرا المشاعر تنصي. بس خلف الكاميرا انتوا قاعدين تشوفون انا بالساعه حاضنين بعد ما نقدر انا بس يعني. قدام الكاميرا يعني لا شوي اها. المهم من هالشي كامل احنا سعيدين ان يتم اختياري انا كممثلة المغرب في هذا الحدث العالمي، وكذلك الفنانة البحرينية حنان رضا هي نجمة في بلدها وما شاء الله يعني عندها أعمالها الناجحة، ويعني بعيدا عن الصداقة انا كنهضر فنيا. يشرفنا أننا نكون في حدث كبير ومهم بحل هذا الأمامة، حدث رياضي على فني. صاحب الجلالة محمد ساجد، فهاي فخر لنا أن يعني نحضر مدينة طنجة في تحت رعاية صاحب الجلالة محمد السادس، وكذلك المملكة البحرينية تحت رعاية. أي طبعا سمو الشيخ خالد بن حمد الله يحفظكم يا رب، وإن شاء الله يكون الحدث بكرة قوي والحضور أقوى والمباريات، وكل التوفيق للفايتر اللي أجرينا معاهم البارح البث المباشر، وإن شاء الله اليوم الأوزان والبروبا لباكر الحفل. ولكن أنا مع ابن بلدي أبو زايد. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.